بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ما ينفعنا عندك في التمام والكمال يا رب الإسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش اللئام. نرجع لنفس الآية لأني عندي منقول فيها بفضل الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللي اعتدوا في العالم العربي من بني أمية إلى عهد صقر قريش في الأندلس وما بعد ذلك من إجرام الأمويين ولا أي جماعة غير الموحدين اللي جاءوا وأنقذوا المملكة هذيك من عدة ويلات كانت الكنائس تتربص بها ضدهم. عاد عندنا لحد الآن كلاب أسوأ حال من القردة والخنازير، وهم يضحكون ويسخروا الضحك بتاعهم سيدوم، وضحك رؤوسهم يدخل عليه على المعجبين بهم البهجة، وإذا به قادمين على الخسران ما كانكم على بال. هي كلاب المحطات الفضائية اللي تحب تنسي الناس في رب البرية وما سيلحقهم من لعنات تلو اللعنات. فهمتوا رواحكم ولا ما زلتوا في عمكم؟ ما لا سديرين، لعنة الله على من ظلم من هؤلاء الكلاب القردة والخنازير وأبناء الأفاعي. تخدموا في أسيادكم بني صهيون وأنتم أشأم حال من بني صهيون. نسأل الله السلامة من هذه الحال اللي مشتديكم الجنة وبئس المصير، ويذكي فيكم يخرج منها ويتبرى من هذا ويقول يا رب يصلح لي حالي، فيقبله الله ويفرح به ويحسن حاله ويبدل له سيئاته مهما عظمت حسناته خير الحسنات. نسأل الله السلامة.